السلام عليكم. 7 نجوم في سماء فبراير الملبد بالغيوم وبغبار الثورة المضادة والانقلاب والسهام التي وجهت إلى صدر ثورة الشعب من داخل وخارج الحدود اليمنية أيضا. 7 شمعات في طريق الممرات الطويلة، طريق الحرية والورد والجمر. للحرية علاقة بالمشقات والمكابدات لأولئك العابرين في ضحى التاريخ الذين أعشبت في أرواحهم أحلام النبوة ثم راحوا يحسبون الصمت عورة. هي الذكرى 7 لفبراير إذن في ضحى هذا اليوم الذي حضرت فيه الثورة وتفاصيلها وملامحها في المدن اليمنية والمدن العالمية، حيثما وجد الشباب وجدت فبراير كاستجابة للوجود اليمني المستقبلي. بحسب متابعين فإن ثورة فبراير كغيرها من الثورات لم تأتي فجأة ودون سابق إنذار، ذلك أن أي ثورة تسبقها فترة تخمر يصل فيها الاستياء من أداء السلطة إلى منتهاه، ويكون المجتمع مستعدا للانفجار في وجه أهل الحكم في لحظة، وذلك ما حصل في فبراير التي جاءت استجابة للتراكم. المساء اليمني يحيي الذكرى 7 لثورة فبراير ويطرح التساؤلات التالية: هل يتمكن شباب الثورة من صناعة الحلقة المفقودة لثورة فبراير وبناء الكتلة الشعبية الضامنة لتحقيق أهداف الثورة؟ وفي ذكراها 7، ما الذي منع شعلة فبراير من أن توقد في مأرب؟ 7 سنوات، هل لا تزال الثورة المضادة تعمل ضد إرادة الثورة وضد إرادة الثوار أيضا من داخل السلطة الشرعية ومن خارجها؟ سيكون معي مشاهدينا الكرام للنقاش حول هذه التساؤلات في الاستوديو الناشط في الثورة الشبابية الشعبية السلمية الأستاذ كمال حيدر. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش في ضيوف مع ضيوفنا. تفضل. اختاروا رحيل صالح فاختار القتل، اختاروا السلمية فاختار الحرب، اختاروا إسقاط النظام فاختار إسقاط البلد برمته. 7 سنوات إذن في ميزان الثورة تمضي على خطى من جمر منذ قال الثوار كلمتهم ومضوا صوب ميقاتهم الموعود. 7 سنوات منذ تقاطروا كالمطر إلى ساحات الثورة وميادينها ليمضوا سيلا هادرا لم يوقفه شيء. في الذكرى 7 لـ11 من فبراير تعود الحياة إلى ساحات الثورة وميادينها احتفاء باليوم الوطني في عدد من المحافظات. ها هم الثوار بآمالهم المتجددة، محاربين وناشطين وعسكريين ومدنيين هتفوا بالثورة وقيامها وطالبوا باجتثاث الفساد وتثبيت أركان اليمن الاتحادي. اليوم نحتفل بالعيد 7 للثورة الشبابية الشعبية 11 فبراير تحت شعار فبراير اليمن الاتحادي، وبإذن الله بهذه المناسبة قريبا سوف تحرر تعز ونعلن قيام جمهورية اليمن الاتحادية، يمن لجميع اليمنيين. بدأ فبراير يتيما في مأرب التي اعتادت أن تكثف أبلغ صور الابتهاج بهذا العيد، كما أن الخدمة المدنية لم تعلن عنه كإجازة بصفته عيدا وطنيا رسميا. للعلم ثورة 11 فبراير لا تقتصر على المهرجانات والمسيرات المعبرة عن الروح النضالية لدى ثوار فبراير من الشباب الذين ناضلوا منذ 7 سنوات والذين انتقلوا من معركة القلم إلى معركة البندقية. طبعا للعلم اليوم الاحتفائية في محافظة مأرب لم تكن بالشكل المطلوب، لم تلبي آمال شباب ثورة فبراير الذين توقدون شعلة واحدة للانطلاق نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة. للأسف كانت اللجنة التحضيرية فاشلة بامتياز. يعزو البعض ذلك إلى كونه يأتي نتيجة لتوغل الثورة المضادة في مؤسسات الدولة التي جاءت بها الثورة. يحتفل اليمنيون بفبراير في المدارس والشوارع والجبهات. لقد أصبح فبراير وعيا جمعيا لدى كل فئات الشعب بثورتهم، وتأكيدا أن شباب الثورة لم ينسوا تضحيات رفاقهم ولا أهداف ثورتهم، في تأكيد واضح على رفضهم ازدواجية معايير الثورة وأهدافها. نحن ثوار فبراير المرابطون في ساحة العزة والشرف نرفض عودة القيادات العسكرية والأمنية للنظام السابق لكي يتصدروا المشهد السياسي بعد أن سلموا المدن والمعسكرات للميليشيات الإنقلابية. غير أن من رأوا في الثورة مركباً لعبور المرحلة سرعان ما تقفزوا منه في أول موجة للثورة المضادة، لم يتحملوا الكلفة الباهظة لمضامين الثورة ولا أهدافها. ستظل ثورة فبراير رغم أعدائها خطوة في درب اليقين ولا رجعة عنها.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو أستاذ كمال الحيدرة. أهلا بك أستاذ كمال. إذن دعنا نبدأ من السؤال المعتاد في مثل هكذا مناسبة، أين تقف فبراير الآن؟ كيف ترى فبراير في ذكرها السابعة؟ بعد 7 أعوام يفضل البعض القول أنه على مستوى الشعارات التي رفعتها ثورة فبراير في 2011 نحن أمام إخفاق كبير. هناك الدولة التي طالبت الثورة بها تحولت إلى دولة ميليشيات وضاعت الدولة بالأساس، يمكن القول أنها ضاعت الدولة. هذه من وجهة نظر من يقول أننا أمام الإخفاق، أمام إخفاق، وهي وجهة نظر معتبرة إلى حد ما. أشعارات الكبرى التي رفعتها ثورة فبراير لحد الآن لم تتحقق على المستوى السياسي، فضاعت الدولة، الحرية والعدالة الاجتماعية لم تبدو الآن من عالم مختلف بالنظر للواقع الذي نعيشه. كل هذا يبرر القول لمن يريد النظر بشكل عابر أننا أمام إخفاق شامل وكبير لثورة 11 من فبراير. طبعاً هذا الإخفاق إذا ما جينا أولاً للنظر لمبرراته هي تراكمات عقود طويلة من الفساد، من الخراب الكبير الذي كانت عليه البلاد، وأيضاً لدخول ما يسمى بالثورة المضادة على الخط، وهذا شيء مبرر وطبيعي أن يحدث بعد الهزة الكبيرة التي حدثت في الربيع العربي أو في بما يخص اليمن في ثورة 11 فبراير. لكن الحقيقة أن هذا الإخفاق السياسي هو كان متوقع إلى حد ما في لحظة انطلاق الثورة، يحوي بداخله الكثير من صورة مغايرة. نحن أمام يعني انحلال لكل العرى التي كانت قائمة ما قبل 11 فبراير. هناك بروز لفكر اجتماعي متغير، فكر مختلف جدا عن ما كان قائم وعن ما كان سائد. نحن الآن نشهد التحاق عدد أو أعداد كبيرة بمن يرون أن ثورة فبراير كانت محقة للحظتها، وهذا إنجاز على المستوى الاجتماعي يجعل ما في لحظة العودة واستعادة الدولة سنجد الأرضية مناسبة للبناء عليها بشكل أفضل مما كان سابق، لأنه كان هناك ممانعة وكان هناك قوى معيقة داخل المجتمع. لكن بالنظر لما حدث منذ سبتمبر 2014 نستطيع القول أن الأرضية تساوت إلى حد كبير، وأصبح بالإمكان الانطلاق بعد هذه اللحظة إلى آفاق أوسع لتحقيق أهداف الثورة إذا ما استعدنا الدولة، هذا أولا بالتأكيد. الشيء الآخر، فبراير الآن متواجدة وبقوة على الساحة. رأينا رجل المقاومة أو الشخص المنتسب للمقاومة من البيضاء وهو يؤكد أن ما يقول أو أن المقاومة هي امتداد لثورة فبراير. هذا الأمر يجعلنا نتأكد أن الدنيا والأمر ماشي بشكل صح. اللحظة التي كان يجب الانطلاق بها في 11 فبراير تتحقق الآن. المقاومة هي مشروع ممتد من لحظة الثورة، من لحظة الثورة، وهي ستحقق أهداف الثورة بشكل أو بآخر، طال الزمن أم تأخر. يعني الآن في هذه اللحظة التاريخية التي كما يبدو أن كثير من شباب الثورة السلمية ذهبوا إلى المقاومة المسلحة لقتال إحدى ربما مترتبات الوضع السياسي الذي حدث بعد الثورة، نتحدث على الانقلاب، هل هي شكل من أشكال انتكاسة الثورة باعتبار أن أحد مبادئها كانت سلمية، أم أنه مواجهة طبيعية للواقع؟ يعني في 2011 كانت اللحظة تأسيسية لمرحلة مختلفة تماما عن تاريخ الحياة السياسية اليمنية. الحياة السياسية اليمنية كانت حياة أو يعني عملية صراعية دائما، كانت عبارة عن عملية دموية تراكمية من الستينات حتى 2011. كانت لحظة السلمية أو فكرة السلمية كانت لحظة انعتاق، لحظة مغايرة لكل السابق. حاولت أن تبني نمط سياسي جديد، حاولت أن تبني فكرة سياسة جديدة، لكن للأسف لأنه النظام أو الثورة المضادة بشكل يعني بكامل تصنيفاتها، منهم الميليشيا الحوثي ومنهم بقايا أو نظام المخلوع علي عبد الله صالح ومنهم الثورة المضادة الخارجية أو محور الثورة المضادة الخارجية، أرادوا جميعا أن لا تمر هذه اللحظة. بالتالي لم يكن لدى شباب الثورة من خيار آخر. ما حاولوا الإبقاء عليه أو إبقاء في 2011 ذهب أدراج الرياح مع الثورة المضادة، وبالتالي انتقلت الفكرة، هي انتقالة طبيعية، انتقلت من فكرة السلمية لمواجهة العنف، لأن ما نواجهه الآن هو عبارة عن ميليشيات، فبالتالي لم يكن بالإمكان المحافظة على فكرة السلمية في ظل الواقع كهذا، وانتقلت إلى ساحة الصراع، وهي ساحة بكل تأكيد لا تختلف عن إطار الثورة أو لا تخرج عن إطار الثورة، العنف في إطار
مكافحة أو رد العنف المضاد فقط لا غير. هي ليست إيجاد نظام، هي ليست إيجاد نظام يحتكم بالعنف، أو يعني ليس من أهدافها إيجاد نظام يحتكم بالعنف أو أنه أو تأبيد العنف. هي فكرة فقط كامتداد لتحقيق أهداف الثورة بالطريقة التي تناسب الوضع، هذا ليس أكثر من ذلك. طيب أستاذ كمال، دعنا نشك معنا في الحوار الناشطة أيضا في ثورة فبراير الدكتورة سماح عبد المغني التي تنضم لنا عبر السكايب من ألمانيا. أهلا بك دكتورة سماح. أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله دكتورة. إذن ونحن في الذكرى السابعة لثورة فبراير، ما هي اللحظات التي يجب الآن واليمن تعيش الوضع الذي تعيشه والثورة تعيش هذه الذكرى السابعة، ما الذي تذكريه من لحظات تناسب الوضع حاليا؟ أنت كنت في الميدان في الثورة آنذاك. في الحقيقة الآن الوقت ليس هو الوقت لتذكر كيف كانت الساحة، ولكن اللحظات التي يجب أن نتذكرها الآن بالتحديد هو أن من نتائج ثورة 11 من فبراير كان إسقاط النظام المستبد، وانتقلت السلطة من يد شخص وفرد إلى بحيث اتسعت الدائرة وأصبح المشاركين السياسيين أكثر من ما كان عليه إسقاط التوريث. أيضا من نتائج الثورة، من نتائج ثورة 11 من فبراير، الحوار الوطني ونتائج الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني. فأنا في الحقيقة أختلف مع الأخ الكريم الموجود الذي قال أن الثورة 11 من فبراير أخفقت. في الحقيقة هي لم تخفق نهائيا، بالعكس هي حققت جزء بسيط، جزء من أهدافها وإن لم تكتب إلى الأهداف، ولكنها في الطريق إلى اكتمال أهدافها. يعني هو بس للتوضيح هو يتحدث عن وجهة نظر تقول بهذا القول، ولم يتبنى وجهة النظر هذه. لكن على كل حال الآن يعني عندما نرى أن هذه الذكرى هي الأولى بدون وجود رأس النظام الذي يعني كان يمثل أحد رموز السلطة التي قام عليها الثوار، هل يعد ذلك نوع من الإنجاز بالنسبة للثورة أم لا علاقة لها بما حدث؟ مقتل علي عبد الله صالح في ظاهر الأمر ليست 11 من فبراير هي المسؤولة عن مقتل علي عبد الله صالح، المسؤول هو شخصيا عن مقتل، هو يعني كان احد ادواته التي استخدمها ضد في الثوره المضاده الذي شنها علي عبد الله صالح ونظامه على ثوره 11 من فبراير، وكانت هذه الاداه هي السبب في مقتله. ولكن ثوره 11 من فبراير هي المسؤوله عن فقدان علي عبد الله صالح للسلطه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتورة. أعود إليك كمال في هذه النقطة تحديدا. الآن يعني هي الذكرى الأولى لفبراير دون وجود علي عبد الله صالح في الحياة السياسية اليمنية، هل يمثل ذلك نقطة انعطاف بالنسبة لهذه الثورة، أم أن الأمر سيمر بالنسبة للثوار وكأن شيئا لم يحدث؟ بالفعل يعني رغما عن كل كيف قتل علي عبد الله صالح او من المتسبب بقتل علي عبد الله صالح، اولا ثوره 11 فبراير لم تصل الى هذا المآل، او يعني لم تكن تريد ان تصل باليمن الى هذا المآل، باعتبار ان فكره السلميه كانت هي الفكره الاساسيه، وجاء يعني القوى السياسيه منحته الحصانه التي جعلت منه ايضا جزء من الثوره المضاده لحق. لكن بكل الاحوال عدم وجود علي عبد الله صالح بالفعل هو يعني انعطافها كبيرة في تاريخ الحياة السياسية اليمنية. لماذا؟ لأنه الثورة المضادة أو المحور الثورة المضادة الخارجية كان يعد علي عبد الله صالح لمرحلة ما بعد إسقاط ميليشيا الحوثي. كان شغل التحالف العربي كله يتركز، حتى أنه ما يحدث على الساحة اليمنية منذ نهاية 2015 أو بداية 2016 تقريبا، أنه إبطاء العمليات العسكرية، عدم إعادة تشريع، عدم بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة، كله كان يصب في إطار تهيئة علي عبد الله صالح اكتمال محور الثورة المضادة واكتمال فعل الثورة المضادة لإعادة علي عبد الله صالح وهو يعني بقوته إلى رأس الحكم، أو لا أقصد علي عبد الله صالح كشخص ولكن أقصد علي عبد الله كمنظومة. قتل علي عبد الله صالح على يد الميليشيا الحوثي، رغم أنه لا علاقة للثورة بهذا الأمر، إلا أنه بالفعل انتهى علي عبد الله صالح.
نلاحظ او نرى الان ما يشبه يعني اعاده او محاوله اعاده ترتيب بيت علي عبد الله صالح، الثوره المضاده ان صح التعبير. لا زالوا في المحاوله يعني اعاده ترتيبه واظهار طارق، لكن في كل الاحوال علي عبد الله صالح انتهى ونظامه انتهى، وفكره اعاده ترتيب هذا البيت لن تمر على اليمنيين في هذه اللحظه، سيتم التخلص من ميليشيا الحوثي وبعدها سيكون الامر قد انتهى الى الابد، فكره الثوره المضاده انتهت الى الزوال. لابد ان يعرف التحالف العربي كفاعل رئيسي في اللحظه اليمنيه الراهنه ان فكره اعاده اليمنيين الى ما قبل 2011 فكره لا يمكن ان تمر في هذه اللحظه، سواء مع علي عبد الله صالح، سواء مع اي فرد من افراد عائلته، سيتم التخلص من ميليشيا الحوثي بالتحالف او بدون التحالف الان او في اي وقت لاحق، انما فكره اعاده علي عبد الله صالح، فكره اعاده اي من افراد بيت علي عبد الله صالح لا يمكن ان تاتي في اي لحظه من لحظات اليمن. طيب اعود الى الدكتوره سماح استاذ كمال. دكتوره، يعني الان هناك كثير من يتحدث على ان الحوثيون هم احدى خطايا فبراير، هم من ادخلوهم، يعني ثوره فبراير هي من ادخلت الحوثيين الى صنعاء، هي من وضعت لهم اعتبارا بشكل او باخر. ما هو منظورك أنت وأنت إحدى ناشطات الثورة لهذه النقطة؟ هذه مقولة غير سليمة وادعاء كاذب، لأن ثورة فبراير عندما استقبلت جميع مكونات الشعب اليمني كان الذي من ضمنها الحوثيين ومن ضمنها المؤتمريين الذين استقالوا من حزب المؤتمر وانضموا إلى الثورة، عندما أدخلت الحوثيين أدخلتهم منزوعين السلاح، لم يستطيعوا الدخول إلى ساحات الثورة بسلاحهم. فثورة 11 من فبراير يحسب لها أنها طوعت هذه الجماعة الإرهابية وجعلتها جماعة سلمية، وجعلتها جماعة تنقاد ضمن مكونات الشعب اليمني وفي ساحة الثورة منزوعة السلاح. ولكن من يتحمل المسؤولية هو الذي أخرج هذه الجماعة المسلحة وأعطاها السلاح وسلمها سلاح الشعب وسلمها سلاح الدولة وسلمها المعسكرات، هو من يتحمل هذه المسؤولية، خلافا لأن علي عبد الله صالح هو الذي أساسا هو الذي أنشأ هذه الجماعة. 11 فبراير لم تنشئ هذه الجماعة ولم تدعمها ولم يكن لها أي صلة بهم من قبل. ففي كل الحالات ساحة الثورة والحادي عشر من فبراير لا يجوز لأي عاقل أن يصدق مثل هذه المقالات أو يدعيها. أشكرك دكتورة سماح عبد المغني الناشطة في ثورة فبراير على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ كمال، يعني حديث عن فبراير يستدعي بالضرورة الحديث عن أيام الثورة تلك، هل من ذكرى تمر الآن أستاذ كمال يعني تترجم أو في لحظتها كنت ترى المشهد الحالي بالنسبة لليمن، يعني وكأنك شاهدت ما يجري اليوم أثناء ما كنت في ثورة فبراير، هل خطر ببالك أن تصل البلاد إلى ما وصلت إليه؟ هو بغض النظر عن إن كان هناك مشهد في لحظة الثورة أم لا، بالنظر إلى ما كنا نتحرك فيه، كنا نتحرك داخل حقل ألغام وهذا معروف ومعلوم منذ لحظة البداية، لا يمكن توقع أننا طالبنا بالدولة كريمة وحرة وديمقراطية وحياة كريمة لكل المواطنين أننا سنحصل عليها في يعني بشكل يوم سهل بيوم بيومين بسنة، كنا نتوقع أن ما يحدث الآن لم نكن نتوقعه بهذا الشكل، لكن ايضا لم نكن نتوقع ان الامور ستمضي بكل يسر. نعرف ان هناك تراكمات اكثر من 4 عقود، 3 عقود منها تحت حكم علي عبد الله صالح، كانت كلها عباره عن انتاج لمنظومات فساد، منظومات الصراع داخل المجتمع المحلي، منظومات داخل مع الاقليم، يعني كل هذه المنظومات وتشابكاتها وتعقيداتها كانت بالفعل تقول ان هناك خطر قادم في هذه اللحظه. كان لدينا ميليشيا الحوثي في المحافظات الشماليه لها يعني في حرب مع الدوله منذ 2004، ونحن نعرف تركيبه هذه الجماعه وفكرتها والى ان ستمضي بنا، لكن وايضا كان هناك فكره الحراك الانفصالي المطالب بانفصال محافظات الجنوب، كل هذه منتجات او كل هذه افكار كانت متواجده في يعني ما قبل الثوره، وكان بالامكان معرفه الى اين ستمضي او الى اين ستؤول مع الزمن. اذا لماذا تم السماح لها بالتواجد بهذه الثوره والمشاركه معها؟
هو هي لحظة الثورة لا يمكن لأحد أن تقول أن تمنع أحد. ساحة الثورة استوعبت الجميع، كان هناك حوثيين، كان هناك من أنصار علي عبد الله صالح أو من يعني من نظام علي عبد الله صالح، وهم معروفين أنهم كانوا جزء من منظومة علي عبد الله صالح، ولا يمكن لأحد أن يقول له لا تكون معنا، هذه ثورة، ثورة شعبية، معنا الثورة الشعبية أن يكون كل الشعب، بما أنه لحظتها كان الجميع يقول نحن مع أهداف الثورة الشعبية، فبالتالي لم يكن من المفترض أن تسأل ما الذي تريده أو أن تقول لن تكون معنا إلى النهاية. هذا معنى الثورة الشعبية، وإلا لما كانت هناك ثورة، يعني لا يمكن أن نسميها ثورة. هي نقطة، يعني هي نقطة أساسية في الجدل الدائر الآن، ربما حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك حملة يبدو أنها تتوارد كل سنة، يعني تحدث في ذكرى فبراير، أن هذه الأوضاع التي وصلت إليها البلاد هي مسؤولية الثورة، أن هذه الثورة سببت الحروب، سببت الدمار، الصراعات المناطقية السلالية حتى. هل كانت المشكلة في عدم وعي الناس بمعنى ثورة، أم أنهم ضاقوا بسبب تفاقم وسوء الأوضاع الشديد الذي وصلت إليه، أم أن هناك شيء ناقص؟ ما هو تحليلها؟ هي 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 لها وجهتين نظر أو لها طبيعتين هذه الفكرة. هناك من يتبنى هذا الموقف منذ لحظة انطلاق ثورة فبراير، هو الآن ليس جديد ما يقوله، هو منذ 2011 يقول إلى أين ستمضون بالبلد، هل تريدون أن تحول إلى صومال آخر؟ كانت الفكرة مستبطنة في وعي، لأنه رافض الفكرة الثورة أساسا، رافض الفكرة تغيير علي عبد الله صالح، لأنه يرى علي عبد الله صالح هو المالك الكلي للبلد أو الحاكم الذي لا يمكن أن يتصور اليمن، ولا يمكن أن يتصور حياته هو شخصيا بدون وجود علي عبد الله صالح. هو هذا نوع من الاستلاب، وأيضا كان لديه فكرة أنه هؤلاء القادمين يعني الذين يطالبون بعدالة اجتماعية سيأخذون من حقه في السلطة. كان هؤلاء الناس دعك من المواطنين العاديين، أنا أتحدث عن الناس كانوا مرتبطين بالسلطة، وبالتالي كانت بالفعل فكرة الثورة بالنسبة لهم فكرة أنها ستقضي على البلد، لأن البلد بالنسبة لهم هو السلطة التي يحلبونها كل يوم. وبالتالي هذا القول هو امتداد منذ لحظة 2011، ليس جديد ونحن نواجهه من 2011. إنما في أيضا جزئية أخرى وهي المتعلقة بالمواطن العادي، يعني منذ 2014 دعك عن ما قبلها لأنه لم تكن بهذا الشكل، منذ ما وصلنا إليه من 2014 يعني ساءت الأوضاع وأصبح الوضع سيء إلى حد لا يطاق، وبالتالي ليس هناك من أحد يمكن تحميله بالنسبة لوعي هؤلاء إلا الثورة، لأنها مبتدأ كل هذا. في الحقيقة يعني نحن لا نحاكم هذه الفكرة، هذا الفئة تحديدا، لأنه يعني من حقهم أن يستاءوا أن الوضع أصبح لا يطاق، لكن يعني هناك يجب إدراك أن هناك أن ما يحصل الآن هو ليس من نتاج الثورة، هو من نتاج الثورة المضادة. ويعني أنا شخصيا لا أميل دائما إلى تفنيد مثل هذا، لأنه أصبح من الممل أن نكرر كل هذا الحديث في كل عام، إنما كل شيء واضح. يعني الآن من الذي تسبب بكل هذا؟ هل هي الثورة التي قامت على فكرة السلمية وإسقاط النظام ومنحته حصانة، حتى لا تمضي، لأنه كان يخطط للحرب في 2011، جاءت فكرة الحصانة وهي فكرة مختلف عليها داخل صف الثورة، إنما جاءت فكرة الحصانة لتقليل كلفة الانتقال السلمي، جاءت فكرة الحصانة لإبعاد شبح الحرب الأهلية التي كان هدد بها علي عبد الله صالح في 2011. حاول الجميع الهروب من هذه اللحظة التي وصلنا إليها في 2014 بما تبقى لعلي عبد الله صالح من قوة داخل النظام. هي الثورة لا تتحمل كل هذا، ما يحصل الآن هو الثورة المضادة بجزئها، نظام علي عبد الله صالح والحوثي والمحيط الإقليمي الذي دعم هذه الثورة. طيب بعد أن نشرك معنا في هذا الحوار أستاذ كمال الناشط السياسي الأستاذ صلاح غالب الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تعز، أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا أستاذ أبي السمان وضيفك الكريم وبكل المشاهدين الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. عيد مبارك علينا وعليكم بإذن الله. حدثنا عن أجواء الاحتفالات لديكم في الذكرى السابعة لفبراير. أجواء الاحتفالات هنا قوية جدا، في أمس الليلة أشعلت شعلة فبراير، أيضا الألعاب النارية انطلقت في سماء المدينة، الجماهير خرجت في الليل وخرجت اليوم هذا في الكرنفال الجماهيري في صباح اليوم هذا صباح العيد المبارك، خرجت بشكل كبير جدا وغير مسبوق يعني. طيب كيف هي، يعني هناك نقطة مهمة بالنسبة للثورة وهو إيمان الناس بها، هل يعني أنت من حيث ما لمست من هذه الاحتفالات، هل هناك لا زالت المعنويات؟ كيف هي معنويات الناس؟ كيف هو إيمانهم بالثورة؟ هل نال منها ما يحدث وما يجري بسبب الأوضاع وبسبب الانقلاب؟ أم كيف ترى الوضع؟ نعم أخي، هذا ما كنت أود الحديث عنه، لأنه
نحن في عاصمة الثورة، تعز عاصمة الثورة أكثر من إلى اليوم، هذه منذ 2014 إلى اليوم أكثر من 4000 شهيد داخل هذه المدينة، أكثر من عشرات الآلاف من الجرحى يقاومون الانقلاب ليلا بنهار في كل المتارس في كل الحصون. أيضا المدينة تحاصر، المدينة تحاصر طبعا من الأصدقاء والأعداء، لكن برغم عدم وجود الرواتب، رغم المعاناة التي موجودة بسبب انقطاع انعدام الجانب الصحي في المدينة، انعدام الجانب الإغاثي في المدينة، لكل هذه المعاناة لا زال الناس يخرجون، لا زال الناس يقفون مع الثورة منذ أن فجرت هذه المدينة هذه الثورة، لا زالت الناس تؤمن بالثورة وتؤمن بمشروعها وتبقى بثبات. طيب الآن من وجهة نظرك أستاذ صلاح، أين هم شباب فبراير من كل ما يجري، وأنت تتحدث لنا من إحدى أهم حواضر الثورة؟ شباب الثورة مستمرون في نضالهم، شباب الثورة يعرفون طريقهم بإخلاص وبثبات رغم كل ما يجري، رغم كل المشاريع، رغم مشاريع الطائفية، مشاريع المناطقية، مشاريع النظام السابق التي لا زالت تصدر إلى اليوم، يعني تصدر إلى اليوم، رغم هذه المشاريع كلها لا زالوا شباب الثورة ينظرون بثبات ويقاتلوا كل هذه المشاريع، وما ينفع الناس سيبقى في الأرض، وأما المشاريع الصغيرة حتما ستزول لكنها بعد ما تكلف الكثير. أشكرك أستاذ صلاح غالب الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وقبل العودة إليك أستاذ كمال، نذهب إلى من ينضم إلينا الآن من الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذة نجلاء العمري الكاتبة والأديبة. أهلا بك أستاذة نجلاء. أهلا بكم، حياكم الله. إذن أستاذة نجلاء، يعني الآن بعد 7 سنوات من الثورة، إلى الآن هناك من يقول أن صوت الشباب غير واضح، أن الأحزاب التقليدية وقد تصدرت زمام القرار السياسي بعد المبادرة وحتى الآن أثرت بذلك على صوت الشباب الحقيقي، هل تتفقين مع ذلك ولماذا يحدث؟ بداية أقول بأنني سعيدة وأن أتحدث في فبراير وأتحدث عن فبراير، ويتحدث معي شباب هم من شباب فبراير. تقول كان الأخ الذي تحدث مسبقا يقول أين هم شباب فبراير، أنا أقول بأن الشباب الذين تواصلوا معي اليوم كانوا هم شباب فبراير، الذين كانوا يجلسون في الساحات في تلك الخيام الصغيرة تحت بين المطر وبين البرد وبين الحر، اليوم هم يمسكون ببعض الأدوات، ولا أقول بكل الأدوات، ولكنهم تلمسوا الطريق الصحيح لكي نستعيد الثورة الحقيقية التي كما ذكرت الآن جزء منها تم استلابه من قبل قوى كانت قادرة على فعل ذلك لأن لديها أدوات، وكانت هي فعلا جزء من الثورة، ولكنها كانت تحمل ميراث غير قادر على تفهم واستيعاب حقيقة الثورة. لكن هل التكلفة يعني مقارنة بما حدث إلى الآن أو بما تمكن منه الشباب إلى الآن من أدوات، هل التكلفة تتناسب إياه؟ في سبيل استعادة الحرية والكرامة وازدهار أي بلد، في سبيل أن يحصل الإنسان على حقوقه، لا نستطيع أن نتحدث عن هذه الكلفة، هذه ليست كلفة باهظة مطلقا، ولكن لا نستطيع أن ننكر أننا نمر بحالة عصيبة. نحن اليوم نتحدث ونحن مشردين في كل بقاع الأرض، اليوم أنا أتكلم من أمريكا وأنت تتكلم من تركيا وصديق آخر يتحدث من الرياض وآخرين في الأردن وفي مصر وفي كل أنحاء العالم، نحن ندفع الكلفة أفراداً وجماعات وعلى مستوى الوطن، ندفع الكلفة في سبيل عملية تغيير جذرية لم تكن عملية استراتيجية، أو معنى أصح لم تكن مجرد تكنيك لحظي، ولكنه عملية ستستغرق منا سنوات قادمة. أن نكون بهذه المثالية
أقول ذلك مقبول. أيام الثورة، الأيام الأولى من الثورة كانت تحتاج منا هذا الحلم وهذه المثالية، لكن اليوم نحن ندرك الواقع وندرك بأن الثورة التي انطلقت ستأخذ المزيد من الوقت لكي يتم تحول هذا البلد الفقير والمظلوم والمنتهك من جميع منتهك إقليميا ودوليا ومحليا وعلى مر عقود من السنين، وليس على مر 30 سنة فقط التي قام فيها صالح بتهميش اليمني وبانتهاكه وبتأخيره عن المسار الذي كان يجب أن يكون عليه. فنحن ندفع الكلفة، ولكنها كلفة طبيعية، هي كلفة باهظة ولكنها لا بد أن تدفع لكي يحدث التحول وتصبح اليمن من أفضل البلدان في على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لأنها تستحق ذلك وهي جديرة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذة نجلاء. أعود إليك أستاذ كمال، هل تتفق مع ما طرحته الأستاذة نجلاء؟ وكذلك يعني عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية لابد أن نتحدث، وقد تطرقت جزئيا الأستاذة إلى الإقليم، إلى أي مدى يتفاعل الإقليم مع الثورة في ذكرى السابق؟ أولا بالنسبة للشباب يجب أن نعترف أنه يعني كان هناك يعني قوة تتصاعد ولا تزال ويعني وحصلت على مقدار كبير من القوة في اللحظة الراهنة، لكن إذا عدنا للحظة 2011 نجد أنه لماذا يعني إجابة لسؤال لماذا غاب الشباب أو لماذا لم يكونوا فاعلين بشكل أكبر من ما كان. أولا كان هناك انعدام خبرة سياسية وهذا كان متوفر لدى الأحزاب، الأحزاب كانت متواجدة، وطبعا نعيد القول دائما أنه بالنسبة للأحزاب في اليمن هي أحزاب يعني متواجدة وبقوة، وبالتالي كان لها تأثير على مسار الثورة، بينما كان الشباب شباب الثورة وهم في معظمهم من المستقلين كانوا يفتقرون إلى الخبرة والتجربة السياسية السابقة، وبالتالي لم يكن لهم هذاك التأثير، إضافة إلى أنه لم يكن هناك دعم يعني للشباب كجهة تدعم الشباب بحد ذاتها، أقصد على جميع فنيا أو معنويا أو شيء من هذا القبيل، وهذا أثر بشكل كبير على أداء الشباب في 2011 وعلى المحصلة النهائية للثورة بشكل عام. أما بالنسبة للإقليم في هذه اللحظة يعني نعرف دائما أن اليمن متأثرة بالإقليم وبالخارج يعني بشدة دائما، وليست وهذه ليست المرة الأولى، أو هي فكرة الانشداد للخارج هي فكرة دائما لدى القوى السياسية اليمنية، ودائما الخارج يأتي كحاكم ومتحكم بين 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 الأطراف اليمنية منذ عهد بعيد. إنما في اللحظة الراهنة ما يؤسف لو أنه تحول اليمن أو تحولت القوى السياسية إلى توابع بشكل يعني بشكل مفرط بالتبعية للخارج. ما يلفت نظري في الفترة الراهنة أنه مستوى التنازلات التي قدمتها القوى السياسية اليمنية من سلطة ومن أحزاب ومن قوى اجتماعية ومكونات عديدة، مستوى ما قدمته من تنازلات للخارج لا يرقى يعني شيء مخجل، لا يرقى بشكل بسيط لمستوى التنازلات التي قدمت لبعضها خلال يعني منذ فترة الثورة حتى اللحظة، هذا شيء مخجل أن تكون غير قادر على تقديم التنازلات لمن ممكن أن يكون جزء منك في مرحلة لاحقة من القوى السياسية. يعني نتحدث هنا عن مثلا بعد 2011 كان يفترض أن يكون هناك تنازلات متبادلة من القوى، لأننا نعرف التركيبة أو البيئة أو المحيط الذي نتحرك فيه، كان يجب أن هناك تنازلات من القوى لبعضها البعض من أجل تثبيت أقدام يعني المرحلة الانتقالية، تثبيت أقدام العملية السياسية لتسير بشكل أفضل نحو المستقبل. لكن وجدنا أنه في فترة المحاصصة والتقاسم السلطوي أنطلق كل حزب وكل فئة تبحث عن مكسبها يعني وعن حصتها في محاولة لإسلبها من الطرف الآخر، تحول الموضوع إلى صراع، مع أنه في الفترة التي تعقب التحول السياسي نحتاج إلى فترة طويلة من التعاضد من التكامل بين القوى السياسية لأجل أن يكون هناك انتقال سياسي حقيقي. ما حدث أنه تحولنا إلى فكرة الصراع السياسي على طول بعد مرحلة الثورة، وهذه فكرة خطيرة أودت بالثورة إلى هذا المآل، لأنه رأينا أن القوى كانت متساهلة مع يعني مع الثورة المضادة، لأنه كل طرف حسبها من حساب خاص به يقول أنه ممكن يحقق أهداف أو يراكم قوته على حساب القوى السياسية الأخرى. طيب سأستاذنك وكذلك الأستاذة نجلاء بأن نرحب سوية بالناشط السياسي والأستاذ نبيل الفقيد الذي ينضم إلينا الآن من مأرب. أهلا بك أستاذ نبيل. سلام الله عليك أخي الكريم، على ضيفك وعلى ضيوف جميعا وعلى المشاهدين الكرام.
حياكم الله. إذن أستاذ نبيل، هناك من يتحدث على أن ذكرى السابعة لثورة فبراير كان الاحتفاء بها خجول في مأرب، هل كان كذلك؟ أخي الكريم، كلنا نعرف أن ثورة فبراير مشروع تحرير، ويكفي مأرب حتى إن كان سأخبرك عن ماذا حدث في الحق، لكن مأرب الآن تضحي برجالها، مأرب تحتفل بسبتمبر هناك في نيم وفي كل الجبال وفي الجبهات، مأرب لها تاريخها. لكن ما حدث في الحفل إذا كان هناك من سلبية في سوء إدارة فقط، لكن الاحتفالية التي حضرها والذي حضرها ورأيناها ورأيتموها أنتم أعتقد في قناتكم، كانت ثورة فبراير حاضرة بأطفالها الصغار بشبابها، رأينا أوبريت ورأينا الشاعر الشعراء ورأينا ذلك الوهج الذي كان في سبتمبر، رأيناه في ذلك الحفل. قد يكون غياب في بعض الأحيان أو عدم إيقاد الشعلة قد لسوء، أما أن أبناء مأرب ليس أبناء مأرب الآن فقط، هم في مأرب هم أبناء الوطن جميعا من كل المحافظات، اليوم احتفلوا في الصالة الرياضية، كانت بهجة سبتمبر، تنظر بجانبك أبناء إب، أبناء تعد، أبناء حضرموت، كل المحافظات هنا، فلذلك لا نتكلم عن سلبية بقدر ما هو فبراير ويتجسد إذا لم يكن في الصالة الرياضية فهو هناك في الجبهات وفي كل ثغور الوطن الذي يدافع عنها أبناء اليمن. طيب، هناك نقطة أخرى الآن أستاذ نبيل، الحديث عن ذكرى فبراير لا يمكن أن يمر دون التطرق لمن ضحى لأجل هذه الثورة، سواء من الشهداء أو من جرح في محطات الثورة ومن جرح في المحطات التي تلت الثورة. كيف هو تعامل الحكومة الشرعية إلى الآن مع هذا الملف ووضع هؤلاء الجرحى بحسب علمك عموما؟ أولا قد سأتكلمك عن الشهداء وعن الثورة وعن ما قدمناه نحن أسر الشهداء، كما قدمناه كنا نعرف يقينا أن ذلك النظام لا يمكن أن يسقط بعد أن تأخر السياسيين والنخبة السياسية صبروا على هذا النظام، لم نخرج نحن على صالح بل هو الذي خرج علينا من عشرات السنوات بعد أن تأنكات ولايته، ولذلك بعد أن جدر الرسول قوته في كل مفاصل الدولة وكذلك مشروعه الثوريتي، كان لابد لنا أن نضحي سبب الثورة الذي خرجنا، أن نضحي من أجل اقتلاع هذا النظام الذي أراد أن يعبث بالبلاد وأراد أن يورث، فلذلك قدمنا كل هؤلاء الشهداء. نحن عندما قدمنا الشهداء لم نكن نطلب رواتب ولم نطلب مال، لكننا نطلب من الحكومة الشرعية أن تجسد الثورة وأن ينجو على ما استشهد عليه الشهداء وأن يحيوا ثورة فبراير على الواقع. صحيح هناك إذا كان لكن أستاذ نبيل، لكن ذلك لا يعفينا نحن من التساؤل، أنتم كأقارب شهداء ما الذي، وأنت أحد أقارب الشهداء، ما الذي قدم إليكم من قبل الحكومة الشرعية؟ بصراحة أكون معك واضحا، لم تقدم رواتب للآن لأنه اعتمد القرار وأتت الحرب ووقف القرار والحرب الذي أتت والانقلاب الذي أتت، لكن ما استلمناه هو مليون ريال استلمناه عبر منظمة وفاء الذي كان للأخت أخت الكرمان نصيب في هذا المبلغ، والباقي كان من جمعية خيرية وساهمت الدولة حتى بلغ مليون ريال لكل شهداء فبراير، هذا ما استلمناه، والقرار سمعنا به عبر وسائل الإعلام لرواتب للشهداء، لكن لن يطبق ذلك القرار ونحن نتمنى أن يطبق، لأن هناك أسر تحتاج إلى ذلك، كان وفاء لهؤلاء الشهداء الذي ضحوا بدمائهم، والأصل وما أنادي به كأسرة شهيد أن يكون ثوار فبراير الآن الذين هم سواء في الجبهات أو في كل الثغور في الإعلام وفي كل مكان أن يجسد ثورة فبراير على الواقع، الثائر لا يمل، وثورة فبراير هي مشروع جثث النظام وكشفت لنا نظام آخر كان يتجدد بالدولة، كان سيأتي يوم من الأيام وهو الكهنة الإمامي، نعم، حتى لو لم يسقط صالح كان سيأتي يوما ويستولي على الدولة، هذا المشروع الذي كان تحت النظام العائلي واستفاد من هذه الأحداث.
أشكرك أستاذ نبيل الفقيه الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بالعودة إلى أستاذ نجلاء العمري، أستاذ نجلاء، يعني الآن هناك من يطرح على أن مخرجات الحوار الوطني في الوضع الراهن وبعد الأحداث التي مرت على اليمن ربما هناك حاجة لإعادة النظر بها، وربما هناك حاجة إلى نوع من التجاوز لهذه الوثيقة. ما الرأي بالنسبة لك؟ تحت أي منطلق نستطيع أن نتجاوز هذه الوثيقة وقد أخذت من جميع القوى، ولا نقول قوة واحدة بل باتفاق جميع القوى، أخذت أكثر من سنة من النقاشات والحوارات، وتعتبر اليوم هي الوثيقة الوحيدة التي استطاع كل اليمنيين أن يجمعوا عليها. هناك من انقلب عليها مثلا ممن شارك في صياغتها، هناك من انقلب عليها، وهناك من ساعد على هذا الانقلاب. بكل الأحوال هذه الوثيقة هي كانت وثيقة في ظل الاتفاق والحوار الصحي، وفي ظل كل هذه وفي ظل مساعدات أو غطاء دولي، وبالتالي لها قوتها ولا قدرتها على أن تنطلق باليمن من نقطة مختلفة. لا نستطيع أن نعود إلى الصفر. كل من قام بالانقلاب على هذه المخرجات هو في النهاية له اسم واحد، وهو أنه انقلابي. هذا الانقلابي علينا أن نتعامل معه بنفس الأدوات التي تعامل بها، وهي أدوات الحرب. كنا نتحدث عن الحوار، ونتحدث عن السلمية، ونتحدث عن بناء دولة، ونتحدث عن علاقات إقليمية ودولية. كل هذه النقاشات هي نقاشات في مسار بناء الدولة المدنية الحديثة وبشكل صحيح. لكن أن يأتي شخص أو أن تأتي جماعة أو أن يأتي حزب وينقلب على هذه المخرجات وعلى الدولة وعلى كل ما تم بناؤه، فهذا له أدوات مختلفة تماما لا يجب أن نتساهل بها، ويجب أن نتفاهم معه بنفس هذه الأدوات. العودة إلى مخرجات الحوار مهمة، الانطلاق منها مهم، لا يعني ذلك أنها كلام مقدس لا يمس، وأنها مرنة ونستطيع أن نكون أكثر ديناميكية معها. لا يعني ذلك أننا سنقف عند هذه المحطة، ولكن أيضا لا. أستاذة نجلاء، إذن يبدو أن هناك خلل في الصورة. أشكرك على كل حال أستاذة نجلاء العمري الكاتبة والأديبة، كنت معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة. بالعودة إليك كمان، وبنقطة ربما أخيرة أو قبل أخيرة، هناك من الملاحظ الآن حنق إن صح التعبير من بعض الكيانات الجنوبية أو المحسوبة على الحراك الجنوبي. ألم توفر فبراير فرصة أكبر، أو ألم يكونهم أساسا أيضا أحد الفاعلين في هذه الثورة حتى الآن هناك حنق من قبلهم على هذه الثورة؟ هذا الحنق هو حتى في لحظة 2011 عندما كنا نلتقي بمكونات جنوبية، كنا نجد أنه طبعا في البداية أولا كانت لحظة فبراير لحظة اتحاد في المطالبات وفي الفكرة مع الحراك الجنوبي ومع يعني كثير من فصائله، لكن في لحظة ما بدأ هذا الخلاف تقريبا منذ لحظة انضمام يعني جزء كبير من نظام علي عبد الله صالح الى الثورة، وهذا كان بالنسبة لهم امر غير مقبول، انه من هو علي عبد الله صالح؟ هو علي عبد الله صالح ليس شخص بحد ذاته، انما هو نظام. لكن هذه نقطة يعني كان من بالإمكان تجاوزها في لحظتها، انه هؤلاء لن يكونوا جزءا من الثوره في لحظات القادمه. لكن ما جرى بعدها من يعني العمليه السياسيه انهارت هو من حتم بقاء هؤلاء. في كل الاحوال الحراك الجنوبي والقضيه الجنوبيه هي قضيه محوريه في العمليه السياسيه في القضيه اليمنيه، ان شئنا التعبير في القضيه اليمنيه بشكل عام، وينبغي بكل الاحوال ايجاد التفاهمات داخل
داخل فكره حل القضيه اليمنيه بشكل عام. ليس يعني انا يعني من وجهه نظري او تصوري انه لابد من ايجاد مخرج مناسب لهذه القضيه. انا بالنسبه لي ارى ما ارى من مخارج حتى التي يطرحها الحراك الان هي مخارج ليست يعني ليست جديره بالاخذ، ليست جديره بان تكون هي المخرج المناسب. هناك يعني ثوره فبراير اوجدت مخرج اللي هو الدوله اليمنيه الضامنه، الدوله اليمنيه التي تضمن للمواطنين يعني العداله والمساواه والكرامه لجميع مواطنيها، واعتقد انه هذا مخرج جيد لكل الاحوال يعني لكل المكونات. طيب اريد ان اسالك سؤال ولك الحق في ان تجيب عليه او تصمت او ما شابه. هناك من يتحدث على ان هناك ناشطين في الثورة اختزلوا فبراير بمشروعهم أو بأنفسهم من قبل، يطرح هذا الأمر حتى من شباب الثورة ولدي 30 ثانية أو أقل. ما هو يعني ما هي الفكرة بالنسبة لمن يظن أن الثورة تختزل بشخص أو يطرح مثل هكذا الطرح؟ لا أعتقد أن هناك من يختزل الثورة بشخصه، ومن يرى ذلك هو ربما ينطلق من فكرة أن يعني أنه هو أيضا يجب أن يكون هو رمز للثورة. هذه فكرة يعني هناك من يقول شخص فلان ليس هو الثورة وأنا أنا أنا الجزء الأهم في الثورة، هي هكذا برأيي. لكن في كل الأحوال ثورة فبراير لم تتح لأحد فرصة أن يكون هو المتحدث باسمها أو هو من يعتقد أن نفسه هو أن يعتقد أنه قائدها، لأنها فكرة شعبية لأنها ثورة شعبية، والثورة الشعبية لا يستطيع أحد الإمساك بها أو أن يعتقد أنه هو رأسها وقائدها. باعتقادي الأمر بسيط وسهل وليس له أي جدوى يعني في الصراع حول هذا الموضوع. أشكرك كمال حيدر الناشط في ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو شكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء أسامة عادل، منصور النقاش ومحمد المقبلي وجميع أفراد الطاقم الفني. كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.